من جانبه قال الرئيس البرازيلي إن بلاده تعول على دور مصر المحورية في الجهود الرامية إلى تهدئة في قطاع غزة ووقف الحرب. كما وجه الرئيس البرازيلي تحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود مصر في إجلاء الرعايا البرازيليين من قطاع غزة. فخمت الرئيس السيسي وشكرته لتضامنه والمساعدات المقدمة للبرازيل حتى يتسنى لنا أن نقوم بإجلاء المواطنين البرازيليين الذين كانوا عالقين في قطاع غزة وساعدونا عن طريق السفارة هنا في مصر، وقمنا بإجلاء حوالي 2000 شخص وضمان عودتهم بسلامة إلى البرازيل. بالتالي أود أن أحيي فخامة الرئيس.